معالي السفير، كان في السابق كان هناك مثلث قوى عربي من 3 أضلاع، كان مصر العراق سوريا، ورغم ما تعاني منه هذه البلاد وما تعاني منه المنطقة من اضطرابات، هل حضرتك شايف في إمكانية رجوع هذا المثلث ذات 3 أضلاع في المستقبل إن شاء الله؟ من الممكن جدا، لأن الحقيقة بالنسبة للجيش المصري، ومصر يعني لديها قدرات كبيرة، والجيش المصري جيش عظيم، وكذلك الجيش العراقي. اليوم الجيش العراقي قطع شوطا كبيرا في التسليح والتجهيز، لديه أيضا طائرات F-16، ولديه دبابات أبرامز، ولديه طائرات سمتية مقاتلة، وحقيقة يعني الجيش العراقي يعني اليوم عندما يحرز هذه الانتصارات الباهرة على فلول عصابات داعش الإرهابية التي ستلفظ أنفاسها قريبا، لم تتأتى هذه الانتصارات من فراغ، وإنما هي نتاج لهذا الجيش القوي العزوم المدرب والمجهز بأفضل ما يمكن أن تجهز به الجيوش. الجيش العراقي تعداده أكثر من 1,000,000 مقاتل بالمناسبة، والآن نفوس العراق تقترب من 40,000,000. نعم، فالعراق بلد قوي، لا يظنن أحد بأن العراق صار دولة ضعيفة أو دولة فاشلة كما يدعي البعض. العراق قوي، والآن هناك إقبال كبير من المجتمع الدولي على العراق، لأن العراق أيضا لديه ثروات هائلة، لديه عمق حضاري، لديه تنوع إثني وديني، وهذا التنوع يكسبه غنى ما بعده غنى، هو ليس مدعاة للتناحر كما يدعي البعض أو كما يرغب العاقدون. نحن شعب واحد بكل أطيافه، ويعني اليوم عندما نطوي صفحة داعش بكل آلامها ومآسيها، نحن نستشرف المستقبل الزاهر لبلدنا. البلد نحافظ على وحدته وسيادته ومناعته ورفعته، ونواجه كل التحديات. العراق اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، وقد عملت الحكومة العراقية برئاسة الدكتور العبادي على تجاوز إخفاقات الماضي والارتقاء بالبلاد إلى ما نصب إليه، ولذلك هناك مستقبل مزدهر ينتظر بلدنا وشعبنا العزيز. اليوم العراقيون من عمق المعاناة والمكابدات حيال داعش استخلصوا الدروس والعبر، وجدوا أن في وحدتهم، أن لا مناص من وحدتهم، لا مناص من تلاحمهم حيال ما يخطط لهذه المنطقة من مؤامرات. لذلك لا خوف على العراق، العراق قوي، شعبه موحد بكل أطيافه، وإن شاء الله بقوة العراق وبقوة جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبقوة الدول الكبيرة في المنطقة التي أريد لها، مع الأسف الشديد، أن تدمر، ولكن إن شاء الله تعود هذه القوى إلى سابق عافيتها، وتعود مرة أخرى قوية منيعة صامدة بوجه كل التحديات إن شاء الله، ويعود العراق إن شاء الله دولة كبرى إن شاء الله، وكل الدول العربية ترجع إن شاء الله وأحسن من الأول.